من خلالك يا محمد ومن خلال جنازتك تعلمنا أن الجزائر لن تفرط في أبنائها الأبرار، أن الجزائر تحمي أبنائها وتبقى معهم وتقف معهم. تحية إكبار وتقدير إلى أبنائنا وإخواننا في الحماية المدنية. 100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائر كانت مدينة البويرة ليلة 24 من يناير من سنة 2019 تعيش على وقع تساقطات مطرية غزيرة، يوم لن ينساه الجزائريون، خاصة مواطني البويرة من عايشوا الحدث لحظة بلحظة. صبيحة الخميس بينما كان البعض منشغلا بزيارة وزير المجاهدين لولاية البويرة، عدة نقاط في المدينة كانت تغرق بعد أن غمرتها مياه الأمطار المتساقطة طوال الليلة، مضطر إلى مغادرة البعض للوقوف على وضعية الأحياء، من بينها حي 250 مسكن الذي لم يكن في الحسبان من قبل. اليوم العديد من التدخلات، استقبلنا العديد من النداءات فيما يخص تسرب المياه، فيما يخص تجمع المياه على مستوى الأحياء، فيما يخص ارتفاع منسوب المياه على مستوى الأحياء، دخول تسرب المياه حتى للبيوت في ذلك اليوم. هناك عدة تدخلات تقريبا من منتصف الليل حتى 6 صباحا، كان عندنا أكثر من 12 تدخل، وحنا تمك قاعدين في القاعة حتى جانا، بعثوا لي واحد انا والسيد رئيس الدائره، قالوا لنا بلي واحد النقطه اللي ما كناش متوقعينها، لان كان البراج اللي من جهه من وين راح طاح المرحوم الشهيد الواجب محمد عاشور، ولينا قطعنا الزياره. بعد فيضان الحاجز المائي الواقع شمال مدينة البويرة، غمرت المياه نقطة محور دوران حي 250 مسكن وبدأت بالتسرب للحي المنخفض. مكالمة 10:53 دقيقة، خروج الأعوان من أجل تدخل، وذلك لارتفاع منسوب المياه في تلك المنطقة 250 مسكن. البراج من هيك سادي ستون روتوني برك، يعني ما ستون روتوني تاع حجز مائي برك، لان نظرا لكميه الامطار اللي طاحت هذاك الاخر النهار اللي انا بيته تصب كامل فاض، واللي يعني والتلمون اللي كانت الكميات دي بوردات شويه على قنوات صرف المياه والقنوات اللي مديرين نتاع المياه الامطار، تلمون كانت قويه، وزاد الفيضانات تاع لا روتوني هذيك تاع الماء دي بوردات شويه، والماء هذاك ولا يدفق في حي 250 مسكن. كانت مهمة أعوان الحماية بمكان الحادث تغيير مسار المياه نحو الطريق الوطني رقم 5 لحماية سكان حي 250 مسكن مخافة تسرب المياه إلى المنازل. كانوا في أداء العمل تاعهم الأعوان مرتفع، كان مرتفع كثيرا، وين تغطت الطريق كاملة، وكان تغطت رمبو هذيك، خفنا حنا الاعوان تاعنا كان يديفيو في الماء ديفياسيون دو باش ما يروحش الحي 250 مسكن. كنا نحوسوا باش نديروا حاجز الاخر للطريق باش الماء ما يصبش في باش يروح للحي باش يكمل الطريق نتاعو فير لاير الاخر لايرين 5. دونك حتى هذاك الاخر الوقت عيطنا لمصالح الشرطه، قلنا لهم اي شاحنه اللي رافده الكرافي ولا رافده السرمل ولا يوجهوها هنا الاخر لهنا، ومن بعد الكاميوات هذوك رانا عادين نغرموا لهم. المهم كي جا كاميو حط رمل وحط شاحنه حطت الرمل وشاحنه حطت الاخر الكرافي، بداو يرفدوا هذاك الاخر الرمل باش يغلقوا هذيك البلوعه باش الماء يروح الاخر لتحت مادام دي بوردا باش نعاودوا له مسير تاع الماء باش يروح لجهه لاير 5 ما يروحش جهه الحي 250 مسكن اللي كنا نتحدى عليك.
مع استمرار تهاطل الأمطار وبعد ما يقارب الساعة من العمل وفي لمح من البصر ابتلعت المياه المتدفقة بقوة عون الحماية المدنية محمد عاشور عبر فتحة امتصاص مياه الوادي ولم تعطه أي فرصة للنجاة. تقريبا منتصف النهار بالنسبة للأعوان تاعنا كانوا في حالة تدخل المجرى تاع المياه تدخل كاين عندنا تدخل لينونداسيون كاين بناس فيضان كانوا الأعوان في حالة تدخل المجرى تاع المياه كان المنسوب تاعها عالي على المجرى العون تاعنا ما شافوهاش طاحوا ثلاث أعوان زوج قدروا يجبدوهم أصحابهم وواحد ما بانش وهذه الشهادة لله لما الماء بالأخر لما المرحوم هذا لما سقط كلاه شفناه كيفاش الاخر كلاه ولكن حتى الزميل تاعو كي شاف صاحبه راح هو ثاني كره الاخر راح يعني هذه الناس ما تعرفش الاخر الحقيقه ولكن الزميل تاعو راه ثاني كره راح يروح الزملاء نتاعو كي شافوا الاخر راحوا شدوه ونقول لك تلمو كانت لا بريسيون تاع الماء شغل طبق على زوج هذاك الاخر. سارع الجميع الى مكان الحادث وانتشر الخبر عون للحمايه المدنيه جرفته مياه الوادي أثناء تأدية مهامه. فور تلقي يعني الخبر توجهت مباشرة أنا والملازم عبدات يوسف إلى مكان الحادث. هذا هو أول تصرف اللي خذيناه. كان سبقنا ربما المكان الحادث السيد المدير رفقة السيد رئيس الوحدة الرئيسية. تم تجنيد كافة الأعوان ثم الخبر كان على المستوى المركزي يعني في اللحظات الأولى أين المدير العام فورها أعطى تعليمات مباشرة لمستوى مديرية التنظيم وتنسيق الإسعافات وكذلك مديرية الوقاية عبر المديرية الفرعية للإعلام والمديرية الأخرى لتأهب والتجهيز للانتقال إلى ولاية البويرة لأن الانتقال كان في ظرف قياسي جدا والإطلاع على الحيثيات المهمة التي تضحى أنها كانت صعبة جدا وكانت مؤلمة جدا بالنسبة للأعوان بالبداية للزملاء وكذلك في الظروف الجوية التي كانت آنذاك كانت صعبة جدا لا تسمح بالتدخل ولا تسمح يعني تكون عندك رؤية سليمة للخطة التي توضع. كي قلت لي باللي طاح في الواد ورانا أنا وبابك في الواد روح ديرك نجري من البلاصة اللي كنت فيها في مصيدي حتى للرومبوا تاع وين كان صوب بكري رومبوا تاع ودوس كيما الجامع رحت نجري حتى ثم كي لحقت ثم نشوف الطوموبيل تاع الفيال تاع لابروتيكسيون سيفيل جايه رحت ديريكت ليها حبستو قلت له تقول لي دوك واش كاين واش هذا صح طاح خويا صح بعد قال لي اطلع طلعت انا معاهم كان شيفين دي برينسيبال شي فور وكان سيرجون ثم قال لي سيرجون قال لي موسى صبر روحك شويه وهذه حاجه تاع ربي قال لي خوك طاح بصح مازال ما بان والو كي قالوا لنا راه طاح مباشره رحنا للواد لعل وعسى نلقاو بالك نلحقوا به بل نلقاو ومن بعد ظهر فينا المهم بلي ما طاحش ما داهش الواد طاح في لابالوار فلافاروار هذيك كاين حوايج بزاف. مع سرعة الماء المتدفق وقوته كان من المستحيل الدخول إلى النفق للبحث عن محمد عاشور فقاموا بفتح البالوعات الأقرب إلى نقطة السقوط. الأعوان اللي كانوا في المكان قاموا بفتح البالوعات الأقرب إلى تلك النقطة اللي كانوا باينين. بعدها توجيه فرقة الحسيني وين كاين الفتحة ديركت مول لوفويد تمد ديركت لوفويد داروا نقطة مراقبة لعلو عسى يفوت من ثم. النقطة الثانية كانت المراقبة ديفرسوار في المصب في ويدهوس الماء كان قوي الماء تاع الأمطار وكان ثاني هذيك الماء تاع البراج وين كي فتحنا البالوعة هذيك الأولى كان نسبة تدفق تقريبا 2.8 متر كيف سيكوند هذا من غير الماء تاع الامطار وين كان ما كبير في لوفويد لقينا صعوبات ما قدرناش ندخلوا لوندرو وين طاح فيه باسكو الديبي تاع الماء ولا فورس تاع الماء ما قدرناش
ندخلوا لداخل باسكو ما حبيناش نكريو ان دوزيام فيكتيم. ديجا كان قوي بزاف ذاك النهار، كان ما كان قوي بزاف، ما تقدرش لي بلونجور ما يقدرش يدخل، باسكو علاه يقدر يدخل يروح المال ما ديجا كان لافيتيس تاعو كبيره. اهتدى القائمون على عملية البحث إلى تغيير مسار تدفق المياه من أجل السماح لفرقة من الغطس بالدخول أملاً في إيجاد محمد عاشور عالقاً في مكان سقوطه. تغيير مجرى المياه أتى من تيقن أنه كان هناك انسداد، كان هناك انسداد في القنوات وارتفاع منسوب المياه في القنوات، غير المجرى حتى يكون هناك انخفاض للمياه على مستوى القنوات والسماح لتفريغ القنوات من المياه، وكذلك دخول الفرق الخاصة من غطاسين والفرق البحث والتدخل في الأماكن الوعرة وتمشيط كل القنوات. ترى كي جينا فتحنا البالوعة لقينا باللي الماء مرتفع كثير فيها، قمنا بتحويل المجرى تاع المياه، حولنا المجرى تاع المياه بالآلات الحفر وانبعدناه على الغرفة هذيك اللي حفرنا عليها، وين قدرنا ندخلو. كي دخلنا لقينا الغرفة هذيك ممتلئة بالماء، بعد ثم بدا يروح الماء نقص لأنه ديفينا، وثم لقينا المجرفة تاعو مجرفة، وقمنا بالبحث لقينا باللي الشومبرة هذيك تمد لوفويد، تمد كوليكتور، كوليكتور هو اللي يمد لوفويد، كي هبطوا للغطاسين يلقاو المجرفة نتاعو. دخلنا باش نفيريفيو اسكو بالك، باسكو حنا كنا نظنوا بلي راه كاين شباك، هو الشباك في هذيك كان مقطع، كان يبان غير النص يبان، الاخر في الماء ما يبانلكش. دخلنا مباشره، غير ما دخلنا تلاقينا مع البالا. احنا كان عندنا امل كبير نلقاه في البلاصه هذه، سي بيان دوماج ما لقينا غير البالا تاعو اللي كان يخدم بها الله يرحمه، لقيناها ثم. والشبكه هذيك اللي كانوا يقالوا لنا باللي الشبكه هذيك ما يخرجش منها، الشبكه هذيك لقينا النص مقطع، البالا كي جايه بالطول راحت بالطول ما تقدرش تخرج، حصلت هو كي راح ديريكتومون اوتوماتيكمون على فورس تاع الماء والاخر اوتوماتيكمون يفوت. خيبة الأمل كانت كبيرة بعد التأكد من أن محمد عاشور مر عبر القناة، ولا أحد يعلم أين هو عالق الآن. احنا كنا كما يقول الأمل اللي كان عندنا أن نلقاو في ذيك البلاصة ما يروحش بعيد، قدر ربي وش. بعد السقوط مباشرة خذينا كل الاحتمالات، كانت فرق اللي حكينا عليها بالنسبة للمراقبة، وكانت فرق بالنسبة لفتح البالوعات، فتح البالوعات عبر مسار القناة. كل حاجز كان نصف حاجز، كان املنا انه العون راه محصور في الاسلاك، ولكن للاسف الشديد لي باروداج ما كانوش يعني كاملين حتى للارض، حتى الارض. هذا هو الشيء اللي خلى درك اعوان الحمايه المدنيه خرجوا من النقطه هذه ورايحين يتوجهوا درك نقطه بنقطه بفتح جميع البلوعات المتجهه للاوديه حوالي 4 ولا 5 كيلومتر. تم لوفويد اللي الطول تاعو 2.32 كيلومتر و375 متر 2375 متر، قمنا بتقسيمه الى سبع مناطق، وكل منطقه فيها بعثنا لها فرقه لتنترفونيت اللي حتحوس فيها، والمنطقه الثامنه بعثناها لديفيرسوار. الخليه كانت تجتمع يوميا للتقييم،
تقييم يعني مدى تقدم الأعمال وكذلك عملية البحث مع كل رؤساء الفرق من فرق خاصة وفرق عادية يوميا يعني ساعة 7 مساء كان يقام يعني ما يسمى بالبريفينج في تقييم العملية وكذلك تحيين الخطة في كيفية توسيعها كيفية تضييق المكان اختيار المكان ما هي الوسائل التي يجب اعتمادها في اليوم الموالي الفرق التي يجب أن نطلبها كدعم التي تقدم من الولايات المجاورة هو يعني ربما في حيز ضيق لدى خلية الأزمة لكن مع مرور الوقت يعني تضحت الخريطة خريطة بعد الخروج من القنوات يعني نهائيا تضحت الخريطة على مستوى وادي دهوس وحتى أن العملية كانت صعبة لأنه منسوب المياه لم ينخفض على مستوى وادي دهوس ومع ذلك كان لابد أن نواصل في العملية ثم فورا اتضح الأمر أنه العملية سوف تطول وتدوم لأيام هذه بالنسبة للحماية المدنية لكن مع مرور الوقت وسعنا في خريطة التدخل مع قدوم إعدادات إمكانية بشرية هائلة لحقنا أكثر من 800 عون حماية مدنية أصبحت في اليوم الواحد أصبح التجنيد لهذه العملية مثل ما نقوم به وبنتنظيم أثناء الكارثة يعني تقريبا أصبحنا نسير في كارثة في عملية التدخل توسيع رقعة التدخل إلى غاية سد تلزديت وثم من وراء سد تلزديت حتى نزيل كل الشكوك ونقوم بمسح كل الأماكن. لم تكن الظروف المناخية وطبع الوادي والأنفاق وحدهم من يعيقون جهود أعوان الحماية المدنية، بل كانت الشائعات أكبر عدو محبط للأعوان وأسرة الفقيد كذلك. بإعطاء المعلومة بدون تأكد منها إن كانت صحيحة أو تتعود لجثة عشر أو لشخص آخر أو ربما لحيوان أو ربما شبه يعني فيما يخص جثة وهي ليست بجثة كان يؤثر بالدرجة الأولى على معنويات العائلة. أثرت علينا بالسيف. أثرت علينا بالسيف. حتى وين أنا تكلمت في التلفزيون قلت لهم إذا كاين معلومة مؤكدة ماذا بينا؟ معلومة مؤكدة ماذا بينا حنايا؟ مي هذه الإشاعات راه تأثر سلبا. كانت عندنا يعني معلومات حول أنه خلال تلك الأيام البراج يعني كان فاض بطبيعة الحال، إضافة إلى ذلك كانت تلقينا نداء من طرف مواطن يقول بلي أني لاحظت ضاحية تطفو في الماء فوق الماء، بدا له أنها ضاحية تطفو فوق الماء على ما أظن الساعة الرابعة. أكدوا أنه السيد عاقل إنسان يؤخذ بشهادته، اضطرينا لتوجيه عمليات البحث بعد سد تلزديت. قشام قديتهم رحنا سيرسيت لحقنا سيرسيت لقينا دي ديفيكولتي باش لحقنا ديجا سيرسيت لقينا غاشي سيركيلاسيون ديجا دايور قارينا هنا لتحت عند لي روميتا رحنا للسيت رحنا نجرو حتى للسيت ديجا ما قدرناش نكملو اون فيكو رحنا نجرو حتى للسيت لحقنا سيت عطاونا لوندربا وراه قال لك جاز منا. ومن بعد دخلنا سير دخلنا في السيت هذاك
خلنا بدينا نقلبوا بلي تكنيك ديال ريشيرش مع ايكيب دو جرام عسيرات لنا لا سيكوريتي بلي كورد. دخلنا قلبنا او مود دو 2 ولا 3 زور عرفنا بلي ستين ريمير باسكو مظاهر التضامن كانت حاضرة طيلة أيام الحادثة، والصور التي صنعها المواطنون كانت لتخفف من وقع الصدمة. خاطش التضامن تاعهم خفف علينا بزاف، خفف علينا بزاف بزاف التضامن تاعهم، ولينا نحسوا في رواحنا بلي ما راناش وحدنا. صريح الزملاء تاع لا بروتكسيون سيفيل هما زملاء الاخ تاعي وزملاء تاعي، خدموا كيما يقول لك اكثر من الطاقه نتاعهم اكثر. بكل صراحه السلطات ادت الواجب تاعها، اديته وما قصرتش في العمل تاعها. كاين جمعيات خيريه، كاين ناس كامل كانت تعاون. بالنسبه للمسعفين المتطوعين جاو جروب لي جيلي تاعهم. المسعفين المتطوعين تلقاو تكوين تاع اسعافات اوليه هنا عندنا في مديريه الحمايه المدنيه لولايه البويره، وين مشاو كان معهم ضابط ولازم اول مشى معاهم وين كانوا يبحثوا. صافي كي يكون معاهم واحد من الحمايه المدنيه ما نخافوش عليهم بزاف. العثور على المعطف الجلدي للعون عاشور محمد على بعد 3 كيلومترات من مصب الوادي عالقا في احد الاشجار طرح العديد من الاحتمالات. كي توجد شيء من الملابس تاعو ما تقدرش تقول انه مر ولا ما مرش من هنا، لانه الفينومين تاع الواد ينزع الملابس تاع الضحيه، هذا هو الفينومين تاع الواد. يعني كي تلقى الملابس تاعو راه يمشي، كل ما يمشي مسافه يتنزعوا له الثياب تاعو. احنا لقينا المعطف فقط، وهذا المعطف اللي ساعدنا انه لقينا بك المعطف تاعو ساعدنا وين الخطه الاخيره اليوم الاخير وين رسمنا الخطه هذيك هنا في المركز خليه الازمه مع مدير الحمايه المدنيه لولايه البويره، انه العون تاعنا ما لقينا حتى ثياب تاعو ما لقيناهمش. يعني كان عندنا احتمال كبير انه الثياب تاعو ما وجدناهمش، انه العون يكون مردوم في البدايه تاع الواد. بعد تأكد القائمين على عملية البحث من أن الضحية ليست على أطراف الوادي ولا بالأنفاق، كانت استراتيجية البحث تقتضي التقليل من الأعوان والتركيز على الغطاسين وفرق البحث بالكلاب المدربة، ما أثار شائعات أخرى كون العملية تتجه نحو التوقف. نهار اللي سمعت الإشاعة هذيك باللي هم حبسوا هم راح يحبسوا، أنا من بعد رحت للمدير الولائي، رحت ليه
دخلت لي قلت له حضراتي يمكن نسألك سؤال؟ قال لي تفضل. قلت له حضراتي عملية البحث تحبس ولا ما تحبس؟ قال لي بالكلمة هذه، قال لي ما نحبسوش العملية حتى نجيبوه. كان عندنا عدد كبير تاع أعوان، علاه نحتاجو النومبر تفيكتيف بزاف اللي يحوسو يشوفو بلاك راه عالق هنايا، بلاك راه يبان منه شوية، نحتاجو أعوان. بعد وين ضمننا باللي العون تاعنا مش متواجد على الأطراف، ثم بعد نقصنا العدد الأعوان، بدينا نخدمو بالكلاب المدربة. أعوان عندنا فرق تمشي على طرف الواد والكلاب المدربة ونبحثو، عدنا نبحثو لتحت شوية في التراب. في صباحة اليوم 18 من عملية البحث المتواصل، اتجهت ثلاث فرق من الغطاسين، إحداها كانت بالقرب من مصب الوادي. العالمي قعدنا في بلاصة هذيك ما حبيناش نخرج عليها. حاجة الأولى توشى الكاسك البينوم اللي كان معايا، توشى كاسك، توشى حاجة. قال لي راجلي هاي تجلسي على حاجة تحت الماء. قال لي تجلسي على حاجة، قلت له اصبر ريح، خلي رجلك كيما راهي، باسكو بلاصه لا زون هذيك ما كاين فيزيبيليتي، ما تقدر تشوف، ما تقدر والو، غامقه واحد 2 متر 2 متر 2 متر كاك شويه. درت يدي مسيت حاجه تجلسي صح، فريمون تجلسي. ومن بعد واسيت طبعت شويه يدي هكذا، لقيت هنايا طبعت شويه يدي هنا، لقيت لا بوند هذه تاع الكاسك. حنا عندنا الكاسك دو فو تاعنا فيه اون بوند هكذا هنا، لقيت لا بوند هذيك، قلت لي واقيلا كاسك صح، كاسك نجبدو. جبدنا هكذا كاسك، ما بغاش يجي كاسك ثقيل مكروشي هذيك، باسكو علاه هو المرحوم كي دخل البلاصه هذيك بين زوج شجر هذو، زادت عليه لافاز، زادت عليه لافاز، زاد عليه تراب، شغل ولا تردم بالتراب. كاسك الكاسك شويه من الكاسك خارج من التراب شويه، جوست هذه اللي توشيناها. بعد دخلت يدي هنا حكمت الكارو تاع الكاسك، قلت لي واقيلا الكاسك هذا ما حبش يجي، قاعد نجبد ما حبش يجي. ست بعد قلت اصبر، ست طبعت يدي هكذا حكمت وجههم، جبد كي دار حكم لا سانتريوز، قلت له سانتريوز دوكا تقدر تجبد من سانتريوز، اجبد ما تخافش. كي جبدنا خرج من التراب، فيرفينا كومبلي. لازم عبدات يوسف شاف ديتاشمو جا لينا، قلت له يوسف عاشور هنا. اختلطت مشاعر الجميع بين فرحة بإيجاد الضحية وحزن لفقدان روحها، لكن الكل تجند لتوديعه في جنازة مهيبة.